وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح على مشروع قانون بتعديل الفقرة أ ألف من المادة 284 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 فيما شرع المجلس ببحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 ميلادية بشأن إشغال الطرق العامة وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بإختار أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من معالي رئيسة مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه المجلس بشأن مشروع قانون السجل التجاري وإختار المجلس بحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى جانب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية الموافق للمرسوم رقم 82 لسنة 2019 فيما اختتم المجلس جلسته باختار أصحاب السعادة الأعضاء بتقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين المشارك في منتدى القمة العالمية السنوي للقادة السياسيات والمنعقدة بجمهورية أيسلندا